بجد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم جدا الحقيقه، وشهر مليء بالمباريات الصعبه، لكن مرحله مرحله زي ما النادي الاهلي معودنا. النهارده يمكن هنتكلم في امور كثيره جدا طبعا مع الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، النهارده طبعا كل المباريات صعبه، لكن انت ما بتستمر في الانتصارات، بتحتاج في كل مباراه طلب مجهود اكبر. النهارده يمكن الاداء كان جيد جدا، شناوي متالق بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. التوفيق كمان كان معانا النهارده، حطينا في الاجواء وبنشوف الجيم النهارده زي كابتن. تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه. يعني ممكن اختلف معاك شويه، المباراه جيده جدا زي ما انت بتقول، لكن لا اعتقد يمكن النهارده المباراه بالنسبه لنا مش مرضيه على مستوى الاداء. ممكن على مستوى الاهداف تكون مرضيه بالنسبه لنا، 3 اهداف مهمين، لكن توقيت المباراه كان بالنسبه لنا يعني كان صعب. اعتقد ان القرعه برضو خدت من اللعيبه شويه من تفكير، يمكن الراجل حذر قبل كده، واحنا حذرنا كتير قبل المباراه ان مش عاوزين نفكر في افريقيا، عاوزين نفكر في مباراه النهارده. يمكن الراجل اكد عليها في المحاضره، اكد عليها بين الشوطين. يمكن اعتقد اللعيبه يعني ما كانش كانت القرعه اخذت منهم شويه يعني، لكن الحمد لله برضو على النتيجه. و 3 اهداف مهمه، 6 نقاط مهمه، وده الاهم بالنسبه لنا، اللي انت تقدر تصلح الاخطاء اللي حصلت يعني وانت كسبان. فاعتقد دي حاجه الايجابيه اللي في المباراه يعني. القرعه يمكن انت قلت يا كابتن طبعا خدت جزء بسيط، لكن كجهاز فني اكيد طبعا يمكن النادي الاهلي بيبقى عنده هدف وحيد في البطوله الافريقيه، مين هتقابل مين، المجموعه فيها مين، الجهاز الفني اتكلم ازاي في الامر ده، وشايف المجموعه ازاي بالنسبه لك يا كابتن؟ زي ما قلت ان الراجل اللي اتكلم في المباراه بتاع النهارده ان دي الاهم بالنسبه لنا يعني، لسه بطوله افريقيا، لسه انت اكتر فرقه في القاره واخده البطوله، انت المرشح الاول دايما في البطوله، انت المفروض الفرقه الثانيه اللي تخاف منك يعني. لكن كان تفكير النهارده منصب اللي احنا ازاي نقدر النهارده نحسم المباراه. 6 نقاط مهمه، بتلعب فرقه مميزه، بدات الموسم بشكل كويس جدا، مميز جدا، عندهم لعيبه مميزه، عندهم مدرب مميز، بيلعبوا باسلوب هجومي من الفرقه اللي بتحب تهاجم والكلام دوت. لكن اعتقد النهارده يعني الحاجه الايجابيه اللي بالنسبه لنا ال3 نقاط وال3 اهداف اللي احنا حرزناهم. المباراه القادمه ويمكن خلاص كل 4 ايام مباراه، النادي الاهلي خلاص داخل في شهر فيه 3 مباريات مهمين جدا، شهر ديسمبر، شايف المباراه اللي جايه ازاي وهيتم الاستعداد ليها ازاي كابتن؟ مباراة برضو مهمة، احنا ماشيين خطوة بخطوة، مش عاوزين نقع في اخطاء اللي حصلت لنا السنة اللي فاتت. بطولة الدوري انت تحسمها بايدك يعني، فاحنا بنشتغل على كده والراجل بيشتغل على كده. كل مباراة بالنسبة لنا هي الأهم، بالنسبة لنا هي دي اللي بتقربك خطوة ناحية الدوري يعني. مباراة مهمة خصوصا هي بعد ضغط 3 أيام. افتقدنا النهارده برضو بيرتس تاو، قوه كانت بتضيف لنا كتير، لكن الحمد لله عندنا ثقه كبيره طبعا في اللعيبه اللي موجوده. نستعد كويس، عندنا تمرين بكره، نستعد لمباراه فيوتشر، فرقه مميزه وعامله نتائج ايجابيه وبتلعب كونفدراليه وعندها طموح برضو اللي هي بقت من الفرق الكبيره اللي في الدوري، فان شاء الله نستعد لها بشكل كويس وان شاء الله يكون نحقق فيه 3 نقاط باذن الله. انا كابتن سامي دعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، يعني رساله رائعه في مباراه المحله، كان ليهم دور كبير، ويمكن النهارده كمان مطلوب منهم كمان اكتر من كده، لان هو ده جمهور النادي الاهلي بيدي دفعه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي. طبعا كالعاده يعني جمهور النادي الاهلي موجود في كل الاوقات يعني، نتمنى جمهور النادي الاهلي عمره متاخر عن النادي يعني، لكن الظروف اللي انت بتسمح بعدد معين من الجماهير هي اللي بتقيد الناس شويه اللي هي تيجي يعني، لكن اتمنى ان شاء الله ان الامور ترجع تاني زي الاول والجمهور يرجع تاني زي الاول، لان زي ما انت قلت شكل الجمهور يفرق معانا جدا وعلى ادائنا يعني، وعلى اللعيبه نفسها، اللعيبه مفتقده جدا ان هي تلعب مع الجمهور يعني. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون في دعم اكتر، وهم كالعاده في ظهرنا في كل الاوقات يعني، لكن ان شاء الله واحنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا ان شاء الله نكون دايما على قد طموحهم وقد ثقتهم في الفرقه ان شاء الله اللي احنا نحقق البطولات اللي جايه ان شاء الله. شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي امصار مدرب فريق النادي الاهلي، بنشكره طبعا وبنهينا اكيد فريق النادي الاهلي. فوز كان مهم جدا، لكن عندنا مباراه صعبه ان شاء الله باذن الله. الصفحه خلاص تم غلق الصفحه تماما، القادم افضل ان شاء الله للنادي الاهلي، ويا رب النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام.